نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. ريحا رملية عاتية تحجب الرؤية في تطاوين، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر. والعراق يسترد جزءا من أمواله المسروقة في قطاع الضرائب. وفي تفاصيل، أكدت المصالح الفنية بوزارة المالية أنه خلافا لما وقع تداوله من تصريحات تفيد أنه تم التقليص بستة آلاف مليون دينار في حجم نفقات الدولة لسنة 2022، أن قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل، وأن حجم النفقات الكامل للسنة الحالية قدر بحوالي 50 ألف مليون دينار مقابل 47 ألف مليون دينار مقدرة بقانون المالية الأصلية. وقالت نفس المصادر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء يوم الأحد أنه نظرا لما شهده الظرف الاقتصادي العالمي خلال سنة 2022 من أحداث وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تمت مراجعة الفرضيات المعتمدة عند أعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2022. تكتسح ولاية تطاوين منذ صباح اليوم الأحد رياح رملية عاتية تسببت في تقليص الرؤية وحدت من حركية داخل المدن والقرى. وقد أصدرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية تطاوين تحذيرا في الغرض نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة فيسبوك، دعت فيه مستعملي الطرقات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من المخاطر التي تسببها الرياح، من ذلك اعتراضهم لأجسام طائرة وسقوط أعمدة شبكة التيار الكهربائي وأغصان الأشجار. في موضوعنا آخر، أفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي بأن دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية بمنزل تميم من ولاية نابل معززة بوحدات أخرى تمكنت إثر مداهمة منزل وضيعة فلاحية بجهة داموس الحاجة من معتمدية منزل بوزلفة من حجز كمية هامة من نبتة الماريجوانا حوالي 50 كيلوغرام وكمية من بذور النبتة ومسحوق أبيض يشتبه في كونها من مادة الكوكايين، وإيقاف 3 أشخاص. وحسب المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، فقد تعهدت فرقة الأبحاث العدلية منزل تميمة بالبحث في الموضوع. عربيا، بحث مجلس النواب الليبي والشورى القطرية لحد التعاون المشترك بين المؤسسات النيابية في البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الصداقة الليبية القطرية البرلمانية النائب الليبي عيسى العريبي مع رئيس مجلس الشورى القطرية حسن بن عبد الله الغانم ونائبته حمدة سليتي على هامش زيارة يجريها الأول العاصمة الدوحة. وحسب بيان مقتضب لمجلس النواب الليبي، فإن لقاء تناول التعاون البرلماني المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين. وفي وقت سابق اليوم، وصل العريبي إلى الدوحة في زيارة رسمية غير معلنة المدة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رياح رملية عاتية تحجب الرؤية في تطاوين، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر. والعراق يسترد جزءا من أمواله المسروقة في قطاع الضرائب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.